السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة واتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم أول ملف ويانا اللي هو ملف التظاهرات اللي تصير بالعراق، خصوصا أصحاب الأجور اليومية اللي ويا وزارة الصناعة ومعلمي محافظة البصرة اللي يطالبون بقطع أراضي من المفترض أن تخصص لهم. اليوم الظاهرة والموظفين اللي يشتغلون ويا وزارة الصناعة أو لصالح وزارة الصناعة بصفة أجور يومية الظاهرة أمام وزارة المالية وطالبوا أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم بعد أن رفضت وزارة المالية أصحاب الأجور اليومية بوزارة الصناعة بعد 12 من التحويل إلى قرار 315. مشاهدينا الكرام، تظاهرت الأجور اليومية أمام وزارة المالية قدامكم. اللي الظاهرة وهنا بهاي التظاهرة من أصحاب الأجور اليومية بوزارة الصناعة لوحوا أنهم راح يصعدون من إجراءاتهم إذا ظلت السلطات ما مستجيبة إلى مطالبهم. واليوم العراق عايش عبارة عن أكو بوقع معين أو قافية معينة اللي هي يوميا أكو تظاهرات، تظاهرات لمحاضرين مجانيين، تظاهرات لموظفين عقود، تظاهرات إلى أكاديميين، تظاهرات إلى خريجي الدراسات العليا وشرائح ثانية من شرائح المجتمع العراقي، كل هذا تدور أن يتم تثبيتها على الملاك الدائم، خصوصا ورما انتشرت البطالة واتسعة نطاق الفقر بالعراق وزادت نسبة الفقر بالعراق بسبب الفساد، بسبب سوء الإدارة، بسبب سوء التخطيط إلى إدارة الملف الاقتصادي، بسبب أنه ماكو خطة أصلاً حتى يديرون العجلة بالعراق. خلونا نشوف التصعيد أو التلويح مالتهم شلون كان. وزارة الصناعة والمعادن الناس سيادة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، احنا ناس انظلمنا هواي وصار لنا 4 سنين والله العظيم أكثرنا، تلقى من دائم الكروة وجاي، والله من داين الكروه وجاي، احنا الناس يسال رئيس الوزراء ينظر بقضيتنا كاب اب الولود، احنا ناس مظلومين وصار لنا 4 سنوات نداوم وزاره الصناعه والمعادن اجور بعد 12، احنا بدون رواتب ولحد الان ما صار لنا اي حل، فاحنا نريد الحل من سياده رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني ينظر بقضيته. احنا ظلمنا 4 سنين دوام ولا راتب ولا راتب الشركات، انا طالب شرطين احنا تشملنا التثبيت، ترى هاي وضعيه ما حد يقبلها، لا الله يا محمد شملونا وخلصونا، ترى بس يبقى صناعه حرام عليكم هذا الشغل. هذا حال الموظفين اللي من المفترض نعدهم رواتب، صح هو أجر يومي بس هم أجر اليومي لازم يستلمه يوم بيوم. ذولا الأجور اليومية، إذا رحنا إلى محافظة البصرة راح نشوف شيء جديد حكينا عنه قبل أيام، واللي بسبب اللي قالوا قبل أيام صار أكو تعطيل بالدوام الرسمي بأغلب مدارس قضاء الزبير بمحافظة البصرة نتيجة لإضراب المعلمين اللي طالبوا أن يتم توفير القطع السكنية المخصصة لهم ضمن مقاطعة طلحة. المصدر نفسه قال أنه الدوام الرسمي بأغلب مدارس القضاء تعطلت، وهددوا المعلمين أن يكون اعتصام مفتوح إذا ما تنفذت مطالبهم، على رأسها هو تخصيص قطع أراضي سكنية لهم من قبل الجهات المعنية. والحكومة اللي لازم تعرفوه مشاهدينا الكرام وعدتهم أن يتم توزيع قطع أراضي عليهم بمقاطعة طلحة
لكن ما وفت بهاي الوعود وسوفت وعودها حالها حال أي وعد سوفتها بالماضي. تظاهرات المعلمين بقضاء الزبير بمحافظة البصرة المطالبة بتوفير القطع السكنية المخصصة لهم راح تشوفوها هسه. مشاهدينا الكرام، كان هذا حال المعلمين، المعلم اللي يدرس واللي يربي واللي خرج أجيال، المعلم اللي من المفترض أنه الدولة أول اهتماماتها بالطالب والتلميذ والمعلم، لأنه اثنيناتهم هم اللي راح يبنون المستقبل. اللي شاركوا بهاي التظاهرة انتقدوا الحال اللي وصل إليه أو الحال اللي وصلت إلى المنظومة التعليمية بالعراق وإهمال الحكومة شريحة المعلمين وشريحة الطلاب وياهم، وأكدوا أنه حق المعلم إكرامه مو إجباره على الخروج بتظاهرة حتى يطالب بحقه المشروع. خلونا نسمع. بس اسمعوا شوي، فكونوا يعني هكذا انتبهت المعلم والكل المعلم وفيه تنزيل. والله هذا احنا سوينا هذا اليوم اذا سئلنا الرضا. وين التنزيل؟ وين التنزيل؟ لقد وقف الزمان للمعلم وتنزيله، ولكن اهل الامان ارتوه قبيلا. كاد المعلم ان يكون رسولا، كلمه بل كاد ان يكون دليلا. يعني الان هاي المغالطات حنكف من عندنا، احنا ننسحب ونترك الاراضي، ولكن اخرج المعلم من هذا الدول. جميع المعلمين والمدرسين الذين يخرجون مطالبين بابسط حقوقهم، واريد ان اوضح لكم منهم انهم اعلان رسمه السيد المحافظ يوم امس قال نصا: لا اسمح لمن يعبث بالعمليه التربويه. نحن لا نعبث بالعمليه التربويه، من يعبث بالعمليه التربويه هو الذي يجبر المعلم لوقوف هذه الوظفه، هو الذي لا يهدر الطالب. من يستحق حقوق المعلم هو الذي يعبث بالعمليه التربويه، من يحمل الطالب الى الكتب المدرسيه، من يساعد على الدوام المزدوج، من يحمل الطالب من الوحده التي يجلس عليها، من الاغنيه الطبيه الموجوده في اغنيه المحافظه. لذلك فاننا اليوم نستهدف العمليه التربويه، نحن من صنع العمليه التربويه، نحن من صنع الطبيب والمحامي والمهندس والقاضي والضابط. ومن يريد ان يحاسبنا فنحن يجب ان نحاسبه اولا. ولذلك شعارنا واحد: مقاطعه طلحه مخصصه فقط للمعلمين. في بلدان العالم المحترمه، بالبلدان اللي تحترم نفسها، تهتم بالطالب وتهتم بالمعلم، لانه ذولا راح يطلعون مثل ما قال الاستاذ قبل شويه، المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والسياسي وكل شرائح المجتمع العراقي بالمستقبل. الطالب والمعلم هي منظومه متكامله حتى انت تبني جيل للمستقبل، لانه الحياه مو دائمه والناس مصيرها الموت، وكلها تعرف هذا الشيء، والموت حق. لكن إذا المنظومة التعليمية بالعراق حالها مثل حال اليوم، شنو راح يكون مستقبل العراق؟ شنو راح يكون مستقبل الأجيال اللي جاية، اللي لا لاقية مدرسة بيها رحلات أو صفوف أو وسائل تعليمية أو وسائل إيضاح، اللي ما عندها منهاج
رسمي محترم اللي ما عندها طرق تعليمية وتربوية صحيحة، التعليم اللي خرج من توصيف اليونسكو أو من الجودة العالمية للتعليم، التعليم اللي صار ما معترف به بالعالم علماً أنه سابقاً كان التعليم يضاهي التعليم بالدول الإسكندنافية، شنو راح يكون مستقبل هذا البلد؟ أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وحيا الله قناة الرافدين، جميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخوي. حياك الله أستاذ أفل. إحنا المعروف عنا بالعالم وبالعراق أنه قبل الاحتلال الأمريكي ودخول القوات المحتلة للعراق، نعرف أنه كل رئيس وزراء أو كل وزارات اللي المسؤولة عليها مثل وزارة التعليم أو وزارة الصحة، كل وزارة إلى اختصاصها وإلى أمورها بتقديم الأمور اللي يعني يريدها الشعب والأمور اللي يريدها تريدها الحكومة من الشعب، أن كيف أنه تكون دولة، كيف إن لها سيادة، كيف أنه يكون لها احترامها وجودها مع وجود الدول العربية ودول الأوروبية. هذا العراق اللي من 2003 شهد يعني أكثر يعني إجرام وأكثر ظلم وأكثر فساد بالحكومات اللي ما حكمت العراقيين قبل 2003 لحد الآن. هاي المفروض من الحكومة أن تنزال تطلع لها ثورة، يعني ثورة من الشمال لحد الجنوب. إسقاط هاي الحكومة، لأن كل الشعب العراقي اللي قاعد نشوفه يعني موظفين عندك أو معلمين يردون قطع أراضي من أجل أن يسكنون بها. هذا المعلم اللي ربه يطلع من عند الدكتور، يطلع من عند القاضي، يطلع من عند كل يعني الأمور العليا اللي بالشعب. هاي المفروض إدارة الدولة ورئيس الوزراء بدون أن يتظاهرون، بدون أن يحتجون، المفروض هي تقدم لهم قطع أراضي، رواتبهم تزيدوها، مكافآت تجيهم، من أجل أن يخلق مجتمع، من أجل يخلق روح الوطنية لعد العراقيين. حبهم حبهم ولاهم الشعبهم، أيضا الشعب يحب هاي الحكومة لأنه ناظر لشعبه وناظرة إلى وطنها وأولادها. لكن للأسف ما نمتلجينا من 2003 لحد الآن، بس نشوف الدفاهرات اللي جايدة تطلع والحكومات اللي جايدة نشوفها، حكومة الشيع السوداني أو الكاظمي أو العبادي، بس نشوف القوات الشغب كيف يقتلون أبنائنا، كيف يفرقون التظاهرات. هذا مو حل، هذا مو حل، هذا يسمونه حقد على الشعب العراقي وكراهيته. لو كان لهم حل، لو كان لهم يعني نقدر نقول كيف يحلون هاي الأزمات، كيف يحلوها للشعب للمواطن، لأن العراق بلد نفطي وبلد خيرات دي. يعني احنا ما محتاجين ان نستورد من برا، لانه احنا عندنا نطلع من داخل ونخرج الدول العربيه. بس للاسف هاي الحكومه ما قادره انه تعزم وتتوكل لبناء سياده وبناء دوله. شكرا 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 لك ابو عمر، واعتذر منك. ابو اسد من البصره حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك أستاذ أفد. هلا بيك يا الغالي. أستاذ أفد، ولو الموضوع خارج الحلقة، بس أسألك لك عن الدولار، تغريب الدولار. الدولار يتهرب عن طريق مكاتب خطوط الجوية الموجودة بالعراق، ليأخذوهم جروبات إلى لبنان. أول شيء يأخذوه من مطار نجف، مطار بصرة، مطار بغداد، يأخذون مقروبات، يصرفون عراقي على 32 34. ومن يوصل لبنان يستلمها واحد من أحد المكاتب بنانة من الميليشيات. ويأخذهم من الفندق لمدة أسبوع ويرجعون، يعني 7000 دولار يأخذوها من عندهم بالمطار هناك بلبنان. وهو وين يعني يقعد أسبوع؟ من يصرف؟ ها يحجزون لهم فندق، حاجزين لهم فندق سنوي. اكل وشرب بس. والباقي المصرف عليهم، يعني على السائح. وهاي 7000 دولار تروح للميليشيات. من اللي دا يسوي هاي الرحلات ابو اسد؟ لو الميليشيات يسوي هنا عندنا بالعراق عن طريق المكاتب. وبالمطار يصرفون. ايه مطار بغداد والنجف والبصره يطرفون. عراقي يطهم عراقي يطهم 7000 دولار. 7000 دولار من ينزلون مطار لبنان. مطار بيروت. واحد هناك مختص
مختص اي مطار بيروت مختص يستلم الفلوس وياخذهم على شكل جروبات. نعم وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ابو اسد. مشاهدينا الكرام نروح الى ملفنا الثاني اللي بي معاناة جديدة. في كل بلدان العالم اكو خطط الحكومة لما تبدي تشتغل، خطة ألف خطة باء خطة جيم خطة دال، ما أعرف شقد أكو خطط، لكن أكو خطط لما نتريد تصير أزمة أكو شيء معروف بالعالم اسمه احتياطي. هذا الاحتياطي المفروض موجود عندك لما تبدي تمديدك عليه أنت تفكر شلون تعوضه. اليوم بالعراق أكو أزمة جديدة، أزمة هي أزمة الجوازات العراقية، بسبب أنه الدفاتر اللي ينطبع بيها الجواز وينطبع اسمك وما أعرف شنو يعطون صورتك، دفاتر خام ماكو، حبر لطبع الجوازات ماكو، علما انه اكو مجموعه معينه من الارقام او اكو عدد من الدفاتر والحبر اللي موجود بالعراق، ولذلك اكو ناس يقول لك احنا عندنا عدد معين نقدر نطبعه، فاللي يريد يطبع يجي علينا، ولذا تصير بيها ابتزاز داخل العراق وخارج مديريه الجوازات العامه، بحيث انه الجواز الواحد مبلغ ده يتراوح من 250 إلى 500 دولار في حال أنه أنت تريد جواز سفر جديد خلال يوم واحد. هاي المشكلة نريد نسأل وزارة الخارجية أو مديرية الجوازات العامة شو ده تسوي؟ وعليه كانت مديرية الجوازات العامة نحكي عن موضوع الجوازات وهذه الجوازات العامة. هي هوية وجواز. شلون يقدروا نفس الشيء؟ يا أخي ما حق لهم يتعالى حد عنه. أجنع هذا مواطنين يريدون جوازات. نعبر معاناة جواز السفر بالعراق نروح إلى المعاناة اللي يعيشوها الناس بالمطارات، خصوصا لما نشوف الحال بالمطارات، ساعات انتظار طويلة، عدم وجود نظام، طيارات تلغي بآخر لحظة، مطاري البصرة وبغداد، خصوصا إذا فكرنا بقضية مثلا مسافر إجا للمكان يريد ينتظر الجنط مالته على السربس، ينتظرون ساعات وساعات حتى يستلمون جنطهم. بمشهد يبين لكم حالة الفوضى اللي دا يعيشها العراق وغياب التنظيم وسوء الإدارة بالمنافذ خصوصا المطارات. خلونا نشوف. من الساعة 2 حتى الساعة 3:15 المعتمرين يجوا يدورون، هاي واكل وادم على جنطها صاير لهم ساعة وربع. يعني طبعا هاي رسالة إلى مدير مطار البصرة ولا المعنيين ولا محافظ البصرة جزاك الله خير. يعني هذا الحل شنو؟ شوف الناس والمعاناة اللي جاي. اسمعوا يعني خل تسمعوا انتم نفسكم، يعني ساعة وربع جنط ما اجت، ساعة ونص راح تصير هسه، يعني وعد راد هالساعة ما يكملن لان هذه الاعداد الهائلة، راد هالساعتين انت تصير صبح عليك وانت ما جاي. تخيلوا في قاعة نينوى، طبعا نبارك ان حكومتنا سبب وزيرنا هن الجديد، نبارك ان سلطة الطيران المدني حلوة حبار، نبارك ان رئاسة او مسؤول مطار بغداد الدولي بين قوسين. تخيلوا واحنا طبعا هاي الخطوط الجوية العراقية للأسف الطائر الأخضر سمعته بالحظوظ صارت. تخيلوا واحد يطير يوم 4 وينتظر بالمطار ياخذ لقى يوم 5. تخيلوا صراحة الرحلة لا بروفيشنال عشان ايديكم، والله ما قصرتوا شباب وزير النقل شابنا المحترم الجميل ما قصرت. ساعة وربع دا ينتظرون جنط، ساعة وربع تطير بها طيارات وتنزل بها طيارات. زين بهالفترة الزمنية هاي نزلت طيارة اللخ، ذولا شقد ينتظرون إذا ذولا ما وصلت لهم جنطهم. نروح إلى قضية ثانية، عائدية المطارات. سلطة الطيران المدني اللي هي المسؤولة عن المطارات بالعراق
لليوم ما تعرف مطار النجف المن، وما تعرف الواردات المالية اللي تجي عن طريق مطار النجف وين تروح. هذا اللي أعلنه رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي لما قال إنه مطار النجف ما يتبع أي مرجعية إدارية وما حد يعرف به، وسلطة الطيران المدني ما عندها أي سلطة على هذا المطار، واللي يوازي مطار بغداد الدولي من عدد الزيارات والطائرات الطالعة والنازلة من عنده. الأسدي أضاف همينة أنه الإيرادات المالية لمطار النجف تروح إلى جهات مجهولة ما حد يعرف عنها، وأعلن أنه هذا المطار هو مطار استثماري، لكن إجازة إنشاءه أكو بها إشكالات بسبب الشركة المستثمرة اللي تركت العمل، الأسباب مجهولة. وخلونا نسمع مطار النجف. إحنا رحنا لمطار النجف، إيش لقيته؟ لا سخو، احنا ايش لقينا؟ ولكن لقينا مطار النجف ما عنده مرجعيه. شنو مرجعيه؟ يعني ما عنده مرجعيه اداريه، لمن يتبع ما نعرف. شنو؟ اي نعم. يعني لحظه، شنو المرجعيه الاداريه؟ يعني انا اليوم من تقول لي سلطه الطيران المدني انت وين مرجعيتك؟ ايه؟ اقول لك مرجعيتي الى مجلس الوزراء. المطارات مرجعيتها وين؟ المطارات يفترض المطارات اكو مطارات اتحاديه اللي هو منه مطار بغداد ومطار البصره ومطار ذي قار الان اللي هو قيد الانشاء ومطار الموصل. زين. مطار كركوك استثماري. ومطار النجف هم ايضا مطار استثماري، ولكن الاجازه مالته بها اشكال بين الشركه المستثمره اللي هي تركت العمل لاسباب مجهوله، والان هو المطار ما تعرف استثماري. اسباب مجهوله شنو يعني؟ هي تركت العمل وطلعت، ما اعرف شنو الاسباب مالته. ليش؟ ليش انت؟ هو ما اعرف، انا ما اعرف. لو اقول لك كان قلت لك سلطه الطيران ما يدري ليش. لا هو يموت اول مطار النجف استاذ هشام ما تابع انه مطار النجف يوازي مطار بغداد في الزيارات. جد. مطار كبير جدا وبايرادات. صح. اضافه الى ذلك ايراداته وين جاي تروح؟ يعني هم يدققوها من محاسب قانوني. أه؟ وإيراداته يفترض أنه يفترض. حلو. أنا تسألني المن تروح ما أعرف. لا والله. والله. هذا رئيس سلطة الطيران المدني اللي دا يحكي المفروض هو أعلى سلطة على المطارات ما يعرف. وراء هذا التصريح الناشطين انتقدوا هاي التصريحات وعدم معرفة عائدية مطار النجف، وكشفوا بالأرقام عن الإيرادات، عن الدين على مطار النجف، وكشفت تصريحات تقول انه الاحزاب والميليشيات هي المسيطره على مطار النجف، وهي اللي تدير شبكات بدوله موازيه او دوله عميقه، وتتصارع الاحزاب السياسيه والجهات المتنفذه على المطار باعتباره مصدر مالي ومنفذ مهم للتهريب. هذا الصراع وين يبرز لنا بشكل واضح؟ بالخلافات المتكرره على واردات المطار، لما تتبادل الجهات المسيطرة على الاتهامات بيناتها. وبوقت سابق أقرت مصادر حكومية أنه مطار النجف تحول المرتع لتمويل الميليشيات اللي تتقاسم واردات المطار. خلونا نسمع. سلطة الطيران المدني العراقي سأل أحد الأخوة الإعلاميين، قال له مطار النجف شنو قصته؟ جاوبه قال له ما يعرف. شلون ما يعرف؟ يقول ما تابعنا وما عندنا أي تفاصيل وخارج سلطتنا نهائيا. تدرون شنو يعني هتشي ناس خبر عادي عابر؟ تدرون يا أخواني العراقي وابناء محافظة النجف شنو صار؟ 14 سنة من تأسس واشتغل مطار النجف النجف الأشرف الدولي. تعرفون شنو يعني خارج؟ يعني معناها فلوسه وارباحه وهاي كلها رايحه. 14 سنه سرقات ونهيب وفساد وبوق، لا حسيب ولا رقيب. راح اعدد لكم ببساطه ارقام انا مسجلها منذ اعوام اجمع، بس من شفت رئيس سلطه الطيران المدني العراقي قلت خل اسولف هنا اطلع من جديد أوراق والوثائق تجامعها. مطار النجف هاي أشياء بسيطة للشعب العراقي، خل أصدمكم قبل ما تنامون، راح نشرق قبل النوم. الأرباح السنوية يعني أقل أرباح سنوية المطار النجف الدولي 100 مليون سنويا دولار، 100 مليون يعني على أساس دولار 150 مليار عراقي. المطار طبعا مديون إلى بلدية النجف 33 مليار دينار عراقي مطلوب المطار.
المطار مطلوب 8 مليار دينار عراقي لدارة كهرباء النجف. عقد الكاميرات مال المراقبة داخل المطار 4 مليون دولار. 35 مليون دولار سياج خارجي. قص الأدغال كل 6 شهور مليون دولار. تعرفون لما نحكيكم يقولكم الأرباح السنوية 100 مليون شنو يعني؟ طلع من عندها الفلوس التشغيلية، طلع من عندها الفلوس مال كهرباء وغيرها وغيرها وغيرها. وأرد أسأل سؤال، مطار مبنى بدولة، يا دولة بالعالم أكو بها مطار مديون بس عندنا؟ ما شاء الله. ناس لما شافت وسمعت علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك أم قصي المرسوم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما نعرف مطار النجف المن يعود، أول مرة بالعالم مطار كبير وضخم في دولة ما يعرف عائديته المن وليس ملك للدولة. عبد علي الفريجي يقول: مقسمين الواردات ويصحون الميزانية معتمدة على النفط، وهاي الأموال تروح إلى جيوب الحرامية، شنو هذا؟ عجيب غريب، أمور قضية. عباس يقول: أنا أقول لك وين يروح، حزب الدعوة وبدر والسرايا عندهم مكاتب بالمطار. وأكرم الحداد يقول: شو ما تعرف وين تروح يا سيد، الطفل بالشارع يعرف، تروح للميليشيات تكذبون على الشعب لو على أنفسكم بلد تايح. فكانت هاي التعليقات حول قضية المطارات بالعراق. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ العزيز، ما يطلع هذا بسلطة الطيران من شنو هذا؟ رأي سلطة الطيران. نعم. أي أبو عبد الله أسمعك. الدين العام شو يقول؟ يعني يا أخي هذا. نعم. أبو عبد الله تسمعني؟ أبو عبد الله تسمعني؟ أبو عبد الله. بس إذا أمكن نصل لصوت التلفزيون واحكي وياي من التليفون. أغاتي أنت. ناصر حبيبي، ناصر التلفزيون. أي حبيب قلبي. تفضل. أستاذ العزيز، من يقول دفاتر ما جوازات ماكو. يعني دفتر جواز دولة ما عندها. نعم. فلوس مزورة عندها. فلوس مزورة عندها، دولار مزور عندها. نعم. حشيشة ومخدرات عندها. هاي 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 عندها. وشيء رسمي للمواطن ما عنده. نعم. وقبل شوية طلعت على البرنامج مالك هذا الحلو، الحلو مثل وجهك الطيب. الله يسلمك أخوي. من يطلع المدرس أو المعلم أو غيرها يطالب بحقوقه، يا عمي هذول ما يريدون المدرس ما يريدون المعلم، لأن هم شايلهم كذك. شايلهم جابوها من لبنان وغير لبنان، اشتروها من اشترى الشهادة، جاي يقول لك أنا شهادة، أنا دكتور، أنا هو دكتور بيش؟ اسأله بالقسم اللي هو بيبه دكتور، والله ما يعرف إجابه. نعم. يا عمي هذول جت ناس حرامية، يعني هذا بسلطة الطيران يقول لك والله ما أدري. مطار مديون، شنو مطار مديون عمي؟ ماكو شيء. يعني هسه احنا فوقنا عاد تفوت على الخط التركية، يوميا لأن الطيارات اللي تفوت ماكو تروح على باتجاه تركيا. يومية آلاف الطيارات، ألف وكسر طيارة تفوت يومية. نعم. يعني هاي وارداتها المن؟ يا حبيبي النفط واردة من افتهمه وين يروح؟ الجمارك ما تفتهمه وين تروح مواردها؟ الضرائب من افتهمها؟ المرور ما تفتهمه؟ يعني شلون الحل؟ المنافذ الحدودية وغيرها. نعم. مع احتراماتي. يعني مع احتراماتي هذا الشعب المسكين ماكو يطلع يصيح ثورة يا علي، ويا أخي علي بريم. نعم. هذول انما نزل قبل هذول ينكسون اسم سيدنا علي. انت نعم ينكسون اسم سيدنا علي مع احتراماتنا المتظاهرين، اقصد هذول يضربون المتظاهرين ينكسون اسم سيدنا علي. نعم. هذول جانب غطاء دين بغطاء ماكو طائفيه بغطاء بغطاء ودمروا البلد. الله يدمرهم والله يرزقهم ان شاء الله. نعم. خلي يشوف هذا الله يوفقني من رايت الله لا يوفقه ان شاء الله. شكرا عليك. شكرا لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام، حكينا بالمقطع الاول عن قضيه المعلم، خلونا نحكي اليوم عن الطالب. ولو القضيه اللي نحكي بها هي هم تاثر على المعلم، ويفضل انه وزاره التربيه وكذلك رئاسه الوزراء العراقيه تفكر انه المعلم لما نتعينه يطوه راتب خطوره، لانه دي يعيش بأجواء
بها مخاطرة على حياته. عندنا مناشدات من مدرسة اسمها مدرسة الجماهير الابتدائية بقضاء النعمانية بمحافظة وسط. هاي المدرسة صارت بها حالات انهيار لأجزاء من السقف وأجزاء من المدرسة على الطلاب وعلى الناس بسبب تهالك البنية التحتية وراء تقريبا 40 سنة على بناء هاي المدرسة. 40 سنة هاي المدرسة واقفة. 20 سنة قبلها، 20 سنة وراها وقعت. يا ترى شلون صمدت 40 سنة إلى أن وقعت؟ شنو اللي سواه العالم حتى يخلوها عايشة 40 سنة؟ وليش اليوم وقعت؟ وليش ما صمدت مثل ما صمدت 40 سنة؟ لأنه لا بها ترميم، لا بها إعادة تأهيل، لا بها شيء. إضافة إلى ذلك أنه قلنا في حلقة ماضية أنه أكو خطر، العراق دخل على خط الزلازل، لا سامح الله إذا صار زلزال شنو مصير الطلاب والأساتذة هنا؟ خلونا نشوف. مدير تربية محافظة واسط الأستاذ المحترم أحمد الشهاب، أستاذ المحترم محافظ واسط، هذا حال مدرسة الجماهير. 40 سنة صار على بناها وقعت، واليوم الطلاب الله ستار ودفع البلاء عنهم ما وقعت عليهم. يا هل يقبل هسه، يا هل يقبل طلابه بهيك مرحلة؟ يعني اليوم جزء من المدرسة وقع، باكر هذا اليوم وقعت هاي الصحيات، باكر توقع الصفوف. كتابيا أخلاء اجت للمدرسة وما سوت لها إعشار التربية، وهسه لحد الآن هذا حال المدرسة. اليوم ماكو دوام طلاب. اليوم 19/2/2023 والطلاب ما داوم، بلغونا الأهالي والأهالي تبلغ الكادر التدريسي، ماكو دوام. هذا جزء، وراح نعطيكم الغير صفوف وشعوفكم التصوير مال الصفوف مال السقوف. يعني هسه هذا هاي الصحية، يعني هسه لو بيها تلميذ شلون؟ خلي يشوف السيد المحافظ مدير التربية، هذا الصف الثالث الابتدائي من المدرسة، جزء من المدرسة. شوف الأرضية، هاي الأرضية، وهذا الحائط، هذا الشكل الحائط، مساحة الساعة يوقع على الطلاب، والله يستر على العالم. رحلات مكسرة، حائط مفطر، الحياطين مليانة رطوبة، القاع مفلشة، سقف بالحمامات يوقع، مدارس توقع، هذا كله مو مهم، بس توقع صفقة؟ لا، هاي مصيبة. شون تروح الصفقة من نديهم؟ هاي حالة. يجي واحد يقول وانا طاها بالتاريخ همينة، قال لك هاي 19/2/2023، هاي حالة. عندنا حالة لخ هنا، هاي مو أنا وانت وغيري وواحد راح صورها، لا، هاي الوزارة لقيتها. هي تضرر أجزاء من مدرسة الشيماء اللي موجودة بقضاء الميمونة بمحافظة ميسان. هاي الوزارة لما لقيتها فرصة حتى تأكد حاجة العراق أنه لازم نسوي إعادة تأهيل لمباني المدارس العراقية. الوزارة قالت أنه وراء تهدم أجزاء من مدرسة الشيماء صار من الضروري أن يتم تخصيص مبالغ كافية حتى يتم إعادة ترميم وتأهيل المدارس المهددة بالسقوط أو الآلة للسقوط، خصوصاً أنه العراق يحتاج أكثر من 8000 بناية مدرسية حتى يسد النقص الحاصل بأعداد المباني المدرسية، خصوصاً أنه يتم القضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي اللي انعكست بالسلب على سير العملية التعليمية. ناشطين الدولة ومن ميسان مقطع مصور بيّن لنا انهيار جزء من الدرج، نحياطين وصفوف مدرسة الشيماء الابتدائية بالمحافظة. خلونا نشوفها.
سقف واقع وما شاء الله من درج يعني هاي صبة خرسانية المفروض تكون ثقيلة، الشيش مايل لا سامح الله، لو أكو طلاب وطالب ركض ونزل من الدرج تفوت براسه أو بعينه لا سامح الله، يعني مو مشكلة عند الحكومة. تطلع الوزارة وتقول إحنا محتاجين 8000 بناية. أخوي العزيز إحنا نعرف، أني وزير التربية إحنا نعرف العراق إيش قد يريد مدارس أكثر من هالرقم هذا، وأكو ألف مدرسة وأكثر انهدت على أساس تبنون بدالها. وين المبالغ المالية اللي انصرفت على بناء المدارس اللي انهدت؟ طلعوا لنا ذيك الفلوس حتى تفكرون أن يتم تخصيص مبالغ مالية لهاي المدارس. والسؤال الآخر اللي ينطرح، إذا هديتوا ذني المدارس حالياً راح يصير حال الألف مدرسة اللي هديتوهم بالعراق بزمن نور المالك اللي لحد الآن لا انبنت ولا انعرفت الفلوس وين راحت ولا الطلاب شافوا مدرسة؟ وين راح نوصل؟ راح نوصل إلى زمن بالعراق ما بي ولا مدرسة مثلاً؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك. يوسف راهان يقول أغلب مدارس العراق هكذا، مدارس صار لها سنوات بدون ترميم أو تجديد. الحج ماهر هاي بدون زلازل البنايات بالعراق ده توقع، الله الحافظ. فيصل علي أبنية قديمة متهالكة وماكو صيانة، كل المدارس أسطحها برك مياه. وسيف يقول عادي، شو تريد من بلد تحكم أحزاب؟ شنو تريده يصير باريس مثلا؟ هي كلها خربانة. المشكلة أنه اللي دي يعيش العراق هو ومو طبيعي، اللي دي يعيش العراق اليوم أكو اهتمام بأشياء ما تهم المواطن وأكو اهتمام بأشياء ما لها علاقة بالمواطن، لكن هم مهتمين بالعقد، مهتمين بالكرسي، مهتمين بالصفقة، مهتمين الحزب هذا ايش قد ياخذ وايش قد يقعد وايش قد ما اعرف شنو. واكبر دليل على هذا الكلام الناس ما راح تنتخب، وشوفوا ايش قد طاولة العركة يلا سووا حكومة، وحتى هاي الحكومة الناس ما رايدتها، وشوفوا ايش قد طاولوا، هذا يقول اتنازل، ذاك يقول لما اتنازل، هذا يقول لا اقعد، ذاك يقول لما اقعد، هذا يقول لا اشتغل سياسيا، هذا يقول اعتزل العمل السياسي، وشوفوا انتوا اللي صار بالبلد. بس انه يجون يهتمون بمدرسة، يهتمون بمستشفى، يهتمون بشارع، لا. موضوعنا الجاي تقريبا بارتباطه ويا الموضوع الثالث اللي هو الخدمي. اكو منطقة بمحافظة كربلاء اسمها منطقة الانتفاضة، الأهالي هناك دا يعانون من تسويف حكومي بالمشاريع الخدمية ومنزعجين من هذا الشيء، خصوصا لما يفكرون انه الشوارع اللي موجودة بالمنطقة مو صحيحة، ماكو شوارع عدلة مثلا، على الرغم من كثرة تقديمهم للشكاوي اللي قدموها إلى الجهات المعنية. ليتفاجأ الأهالي انه المساحات المخصصة وفق التخطيط العمراني للشارع، أو المساحات عفوا المخصصة ضمن التخطيط العمراني للشوارع، توزعت قطع أراضي للقضاء بحسب إفادة أهالي المناطق اللي تعاني من هاي القضية. خلونا نشوف. مرتسم بالتخطيط العمراني بغداد كلها تقول لك هذا شارع، هذا من ناشجار، هذا الحزام الأخضر، حزام كربلاء، هاي المنطقة الانتفاضة الرابعة، هاي المنطقة الانتفاضة الرابعة. فجأة قالوا والله هذا توزع القضاة. شلون توزع القضاة؟ والله هاي قضاة ولازم هنا يكون مكانها. تمام، آمنا بالله توزع القضاة هنا. شارع شلون؟ قال احترضوا، احترضنا، رحنا المدير بلدية، تخطيط عمراني ما تخطيط عمراني، قالوا فتحوا لكم شارعين. يا بنعم الله إذا فتحونا شارعين على المنطقة هاي المقابلنا، انعم الله فتحونا شارعين. تمام، هسه فجأة تشتغل شفرات، تشتغل المي قطعة، مدارس بعد ما لنا على الثالثة، كل شيء بعد ما لنا. ليش؟ والله هذا بعد ما لكم حتى شارع منا مالكم، ليش ما لكم شارع؟ والله هذا توزع القضاة. يا ابا ندري بيتوزع القضاة، انطونا شارع. شارع شلون احنا من معبرنا؟ معبركم تفترون من هناك قبل على الوادي وتطلعون، لو تفترون مجمع الدرة، من ورا مجمع الدرة يفترون، يلا تطلعون. يعني انت مدارسك المنطقة المقابلنا، خدماتك المنطقة المقابلنا، سوقك المنطقة المقابلنا. هذا الحال بكربلة. نروح للنجف راح نلقي استهجان للناشطين بالمحافظة بسبب اهمال الجهات الحكومية النواحي الخدمية وتعبيد الطرق المناسبة،
خصوصا اذا عرفتوا انه المنهولات مال المجاري ما بها باغه، ما بها اغطيه، واكو مناشدات وقالوا انه هذا يهدد ارواح الناس هناك. خلونا نسمع. اليوم الرابع الناشد ناشدنا دائرة المجاري في محافظة النجف، وناشدنا المحافظ على مود هاي المنهولة اللي القبق مالتها واقع جوه، وهواي ناس تأذت، وهواي ناس طقت ناراتها، وهواي ناس انجبت بسبب هاي المنهولة اللي على الحول. فاحنا يوميا نجي نحل من العمل، ناخذ هذا التاير نخليه علامة على مود الناس ما تتأذى، وهاي أمام أنظاركم. هذا مرات التاير، هذا التاير مرات نحرقه على الفاسدين، ومرات نخليه من المنهولة. مرات نخليه من المنهولة. لحظة هاي هذاك القبق جوه، ذاك القبق جوه، وهاي الناس جاي تتأذى تمشي، يعني اللي يمشي مية وتلاقي هاي الحفرة شو يصير بحاله يا محافظ النجف؟ وراسلونا ذولا، راسلونا ذولا مدراء القسم، القسم اللي مسؤول على هذا المدير قال يابا راح نسويها على اساس على اليوم، وهذا اليوم وجا، واحنا نفس التاير ونفس المنهوره ونفس الحلق اللي موجود. هذا الحال بالنجف، نطلع من النجف نروح نلقي مخالفات بالانهر بالبصره الداخليه. انهر الداخليه بالبصره من ناحيه القاء مياه المجاري الثقيله، النفايات، الانقاض، كلها يشمروها بالنهر، على الرغم انه اكو اموال صرفت على النهر حتى تنكري مثلا انهر العشار والخندق، لكن حالهم أسوأ. وانتقدوا تجاهل الجهات المختصة لهذا الشيء لأنه تحولت إلى مصدر قلق للناس. خلونا نشوف. والله العظيم ما أدري، ملينا من الحكي والمناشدات بخصوص هذا الموضوع. ست أنهر في محافظة البصرة بمركزها بالعشار وغيرها من الأماكن، هذا وضح بعد ما كان بالسابق على ايام اجدادنا وابهاتنا يسولفون عنها حتى يسبحون بيها ويشربون بيها، وكانت بوقتها البصره تسمى فينيسيا الشرق. للاسف فينيسيا الشرق هذا واقع حال انهارها، روائح كريهه ونفايات ومياه ثقيله. للاسف ما اعرف وين دور الحكومه المحليه. هذا الحال بالبصرة، الإهمال الحكومي متعمد بكل مراحل الحياة. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من مصطفى يقول وردة وزارة الصحة، والله لو أكو عقوبات كان ما صارت هاي الوضعية الكثيفة. وأيضا المدارس والكليات والمستشفيات أبو كرار الصقر يقول إهمال متعمد لإجبار الناس حتى تحول إلى الأهلية، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا هاشم الصافي يقول هذا نتاج الفوضى والفساد اللي لم تكن وليدة الساعة، وهو ينطبق على كل مفاصل الدولة. وسجى الكريم تقول دولة حائرة بالمولات والمطاعم والدولار تصعد، وهاملة سالفة المستشفيات والرقابة على النظافة وغيرها من الأمور. شلون تريدون المريض يشفى على هيك وضع مقرف ويجيب الأمراض؟ شنو هي المستشفى لو حديقة حيوانات؟ لأنه أكو تجول بالمستشفيات العراقية. مشاهدينا الكرام، على أن ترى وصلتنا مخاطبات من الناس، هي صفحة وجدوها قناة الرافدين أو أوجدتها قناة الرافدين حتى نعرف اللي أنتم تردوه. وفرت هذا لمقطع مصور لوقفة موظفين من بابل بصفة عقود بوزارة الكهرباء، اتفاجأوا أنه أكو تلاعب بالأوامر الإدارية، وورا قرار 315 انطردوا من الدائرة اللي يشتغلون بها بسبب أنه أكو على أساس تزوير بأوامرهم. خلونا نسمع. عقود وزارة الكهرباء، احنا من اهالي محافظة بابل، دائرتنا اللي نداوم احنا بيها دائرة توزيع كهرباء بغداد فرع الصدر. احنا طبعا مجموعة من المتظاهرين ما يقارب بينا 250 الى 300 شخص. احنا كنا نداوم بدائرة توزيع كهرباء بغداد، اكو يعني عندنا اوامر ادارية واستلمنا رواتب بحالة التثبيت، عند التثبيت اللي حثت بوزارة الكهرباء اللي هي صارت بنهاية هاي السنة، بتفاجئنا بأن إحنا هاي المجموعة اللي دارة توزيع كهرباء الصدر بأن إحنا مرفوضين. يعني شنو ليش مرفوضين؟ خاطبنا الدار ليش رفضتوا؟ بأن أوامرنا الحجة أوامرنا الإدارية مزورة، هاي أوامرنا الإدارية.
كل شخص عنده أوامر إدارية، وعندنا عقود مباشرة، وعندنا هويات، وعندنا ماسترات، استلمنا رواتب. يعني احنا شنو ذنبنا؟ احنا نطالب وزارة الكهرباء، أي شخص كان بوزارة الكهرباء من وزير، مدير عام، مدير دائرة، أي كان، يعني انظر بحالنا. يعني احنا شنو ذنبنا؟ احنا مجموعة من الأشخاص داومنا ما يقارب السنتين أو السنة ونص، يعني لازم يشوفوا لنا صورة حل. يعني احنا شنو ذنبنا؟ وين نروح؟ اليوم الأحد بتاريخ 19/2 احنا متظاهرين هنا ونريد نطالب بحقنا. اليوم تظاهرنا هنا ببابل، باكر نتظاهر ببغداد، تظاهرنا بوزارة التوزيع، بوزارة الكهرباء، فرع الصدر، يومية بمكان نتظاهر. احنا شنو ذنبنا؟ اكو ناس حتى كروه ما عادت تطلع للمظاهرة، والله حتى مسؤول ما يطلع لنا. شو احنا شنو ذنبنا يعني؟ لازم نسوي صيغة حل. هاي اللي كان موجود في قضية وزارة الكهرباء والموظفين بها. المغردين على تويتر تفاعلوا على وسم اسم ثورة علومية وزير الصحة حتى يطالبون بدرجات كافية للتعيين لجميع العلوميين من خلال 3 خطوات. أولها زيادة نسبة المئوية المقررة من الوزير، إطلاق درجات الحذف والاستحداث، وضبط التقاطع الوظيفي عند إطلاق الاستمارة. وتفاعل المغردين على هذا الهاشتاج اللي هو ثورة علومي يا وزير الصحة. أحمد خالد يقول نطالب بحق رجال العلوم المشمولين بالتعديل الثالث لسنة 2000 من قانون التدرج الطبي، هاي الفئة تعرضت للتهميش واللامبالاة من الوزراء السابقين، نطالب بزيادة الدرجات والتحلي بالمسؤولية تجاه أبنائكم الخريجين أسوة ببقية الفئات التي تم إنصافها. حسين فلاح يقول في العراق يخلص عمرك بالدراسة في سبيل تحصل ثمار ما درست، وأكيد الثمار اللي راح تحصلها تكون بشكل راتب رعاية اللي هم همينا ما راح تحصلها. بالنسبة للشهادة اللي محصلها لف بيها فلافل. اي نعم. زينب بايولوجيست تقول نحن العلوميين الشريحة الوحيدة التي لم ترى حلول لمشاكلها كباقي الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل والعقود والمحاضرين، مع العلم لدينا غطاء قانوني واضح. يا سيادة رئيس الوزراء ويا وزير الصحة، نطالبكم المرة المليون بإنصاف العلوميين. مهدي، مطلبنا تعيين جميع العلوميين العاطلين عن العمل في وزارة الصحة، أما حقوقنا أو لا نرجع. هاشتاغ ثورة علومي يا وزير الصحة. كانت هاي التغريدات حول هذا الهاشتاغ. مشاهدينا الكرام، نرجع ونقول مشاكل العراق هواية، وكل مشاكل العراق إذا تحللوها تلقون أكو بها سوء إدارة. يا ترى المشكلة وين؟ بيكم أنتوا لو باللازم السلطة، أنتوا حللوا، أنتوا جاوبوا، وأنتوا قرروا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باجر. في أمان الله. في أمان الله.